بلدنا مليانه مواهب كتير كبار وصغيرين، والجميل في السوشيال ميديا انها بقت وسيله لاكتشاف المواهب دي. النهارده جبنا لكم فيديو للفنان الجميل اللي انا بحبه جدا حميد الشاعري، وهو الحقيقه نشره على صفحته على الفيسبوك بيعلن فيه اكتشاف موهبه جميله في عالم الغناء، وهي الطفله مايا ناصف اللي عندها 10 سنين. وعلق حميد الشاعري على الفيديو وقال: صوت ملوش حل، ما تيجوا نسمعه. يلا بينا. انا هسمعكم صوت معجزه والله العظيم، انا مش هتكلم، انتوا قولوا رايكم. اتفضلي يا مي. يا شمس غيبي في بحور الغروب، روحي لحبيبي في سحاب الدروب. يا شمس غيبي في بحور الغروب، روحي لحبيبي في سحاب الدروب. قولي له ليلاتي بستنى الرجوع، وتنهد اهاتي تطفي الشموع. قولي له ليلاتي بستنى الرجوع، وتنهد اهاتي تطفي الشموع. وتصبر يا عيني بدموعي وحنيني، وتصبر يا عيني بدموعي وحنيني. لما الفنانين الكبار زي حميد الشاعري كده بيكون ليهم دور ايجابي، بيساعدوا الناس وبيساعدوهم اكتر في ان موهبتهم توصل وينتشروا، بجد بيبقوا من الفنانين المحترمين جدا. فتحيه لحميد الشاعري اللي بيقوم بالدور ده فعلا على السوشيال ميديا.